السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايبي جايين هنعمل حاجة ترطب علينا كده وتنعش تنعش الحر اللي احنا فيه دوت وتخلينا نفوق شوية. هنعمل ايه حبايب قلبي؟ طبعا احنا كنا مفرزين مع بعض الكوخ، وانا كان عندي جزر حبايبي، فان شاء الله جبت الجزر وسلقته ان شاء الله بإذن الله، يعني هنسلق الجزر مع بعض وانا سلقته، وان شاء الله هنخش المطبخ بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل عصير منعش خالص حبايب قلبي، وحاجه جميله جدا، حاجه حقيقي من العصاير المرطبه الحلوه جدا جدا، وانضف واحسن كتير من اللي بره. بره ما احناش عارفين هما بيحطوا ايه ولا بيعملوا ايه حبايبي، فاحنا هنعمل حاجه في البيت افضل. اذكروا الله يا حبايب قلبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب اكون عند حسن ظنكم وتكونوا تستفادوا مني، واكون فعلا قد المسؤوليه حبايبي وقدر اوصل معلومه وتكونوا بتستفادوا ان شاء الله. خليكم معايا حبايبي ويلا بينا على المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صل على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. واذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي هنعمل حاجه منعشه جدا وحاجه جميله جدا وحاجه حقيقي، يعني مش قادر اقول لكم طعمها بيبقى تحفه حقيقي حبايبي. ان شاء الله باذن الله. احنا كنا طبعا مفرزين مع بعض الخوخ حبايبي، ماشي؟ فالنهارده ان شاء الله هنعمله بطعم مختلف. هو ممكن انا ساعات بعمله بيبقى هو لوحده، وساعات بعمله بالجزر. فان شاء الله حبايبي باذن الله. انا جبت جزر وسلقته زي ما انتم شايفين كده، خرجته وسلقته، وان شاء الله هنسمي الله يا حبايب قلبي، وهنحط هنفضي كده الخوخ كله كده حبايبي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. وده السكر حبايبي حسب الرغبه بقى، ده معيار حبايبي زي ما احنا متعودين مع بعض. كده ان شاء الله حبايب قلبي هنضربه بالهاند بلندر. بص حبايبي هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي ان شاء الله. ما تنسونيش حبايب قلبي في دعوه حلوه، ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتذكروا الله، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. بيبقى لونه روعه جدا حبايبي، وبيبقى طعمه تحفه حقيقي. حاجه فعلا منعشه للحر اللي احنا فيه دوت. ربنا يرحمنا ويجيرنا من عذاب النار وحر النار ان شاء الله، ويطلعنا من الدنيا على خير ان شاء الله باذن الله، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. صلوا على رسول الله حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. وحطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين يا رب. اعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيها وبيكم، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب اكون عند حسن ظنكم واكون فعلا قادره اوصل لكم المعلومه، وكونوا بتستفادوا مني. ان شاء الله باذن الله حبايبي هنضربه مع بعض باذن الله، يعني هنفصل بس عبال ما اضربه واخلصه، وبعد كده ان شاء الله هنبقوا مع بعض واحده واحده. خليكم معايا. بص حبايبي بعد ما ضربته طعمه يا حبايب قلبي مش قادره اقول لكم، طعمه تحفه تحفه حقيقي يعني، وحاجه جميله جدا، وشايفين القوام بتاعه. ان شاء الله حبايبي باذن الله تعملوه ويطلع معاكم احسن مني، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب يكون المحتوى بتاعي عجبكم حبايبي، لو المحتوى مش عاجبكم اكتبوا لي في الكومنتات. ربنا يصلح حالي وحالكم، واخواتي وحبايبي اللي مشرفيني ومكترني ربنا يبارك فيكم، ما اتحرمش منكم ولا من التعليقات بتاعتكم. حقيقي حبايبي ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني، ويسعدكم زي ما بتسعدوني. اللي دخلوا القناه جديد واللي معايا من الاول، ربنا يخليكم يبارك فيكم، ما اتحرمش منكم ابدا، عيلتنا بتكبر بيكم وبيا حبايبي. ربنا يصلح حالي وحالكم. يا رب اكون فعلا قد المسؤوليه، اكون قد ان انا اقدر اوصل معلومه، واكون في حد بيستفاد مني حبايبي. يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش حبايبي تدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات، اعملوا مشاركه للفيديو حبايبي عشان القناه تكبر بيا وبيكم، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، بتنسوا تحطوا اللايك حبايبي. والمحتوى بتاعي مش عاجبكم ما بتحطوش اللايك، حطوا اللايك حبايب قلبي. خليكم معايا حبايبي.